بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تهنئة لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية على نجاح مسابقة فخامة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون العلمية، وتهنئة كذلك لمركز تكوين العلماء وإدارته وأساتذته وطلابه جميعا، وللثلاثة الأوائل الذين فازوا في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية كلها، وتهنئة كذلك لطلاب المركز الذين فازوا بأكثر من نصف المقاعد في الدورة الأولى لهذه المسابقة. أحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح هذه المسابقة وعلى نجاح الطلاب وتفوقهم، وهي في الواقع مسابقة فريدة من نوعها في العالم، و تشجيع كبير لطلبة العلم على حفظ وفهم المتون وإتقانها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عملا صالحا خالصا لوجه الله الكريم مستمرا غير منقطع. الله يكرمكم أجمعين ويوفقكم ويفوقكم، يصلح لكم الحال والمعال، يتقبل منكم أجمعين ويتقبل من كل من كانت هذه المسابقة من فكره، وكل من ساهم في نجاحها وسعى لإصلاحها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.